مرحبا بكم من جديد ومنى، بنتواصل وهنمشي وين تاني؟ هنمشي وين في الكرة؟ قاعدين هنا في الاستوديو. نعم، نمشي الكاميرا. الفقرة الجاية حتكون شنو؟ طيب احنا قلنا يعني دائما حكايات الأمكنة هي جميلة لأنه فيها نعم. العادات والتقاليد وفيها التراث وفيها يعني انعكاسات جميلة لواقعنا السوداني. نعم، بنشوفه بعيون كاميرا الشروق. نعم، نمشي كبوشية مع بعض ونجي راجعين عشان نتواصل. هو بأبيه ومنح منطقة كابوشيا العراق والحضارة والسولجان، فطبيعة المنطقة وموقعها الجغرافي الاستثنائي ونسيجها المتفرد وإرثها وتراثها الثقافي الزاخر كلها مقومات جعلت من كابوشيا منطقة تعيش حالة من التوهج والألق السرمدي الدائم. يا زمان ما زيف في الحدب الغرب عليا أقام العبلة لذا فمن الطبيعي أن تظل كابوشيا بقراها وأحيائها ومجموعاتها السكانية منارة ومقصدا لمن هم حولها وبعيدا عنها، حتى صار الرباط والوثاق قويا والتواصل دائما نشوقا ودمرا. أما أصل الاسم كابوشيا ودلالته فهي نقطة افترقت عندها آراء المؤرخين وروايات أعيان المنطقة نظرا لتشعب اشتقاقاته ما بين كابوش وكوش وكوشية. ألم تعرف كابوشيا رغم وجودها القديم الحديث استقرارا إلا بعد الثورة المهدية؟ فأحداث التاريخ بالمنطقة كانت لها تأثيرات كبيرة في ذلك، سيما ما أعقب حريق إسماعيل باشا من حملات تأديب الانتقامية، غير أن المنطقة عادت بعد المهدية لتكون مستقرا لمختلف القبائل إلى جانب الجعاليين. يمثل سوق كابوشيا جزءا أصيلا من تاريخ المنطقة والولاية، فهو كان في سابق السنوات مركزا تجاريا واقتصاديا يفيد إليه مرتادون كثر من مختلف الجهات، لكن حركة التجارة بالسوق التي كانت تزدهر وتصل لذروة رواجها وانتعاشها في يوم الأربعاء لم تصرف إنسان كابوشية عن ممارسة حرفته الرئيس الزراعة في مجاربها. كان يشتغل بالتجارة وتعد المنطقة مركزا ولائيا مهما لزراعة محاصيل ذات عائدات ومداخل وجزية. محطة سكة الحديد بكابوشيا كانت واحدة من أهم مرتكزات التوقف والانتظار في مسيرة قاطرات الخط الحديدي في محطات إقليمه الشمالي رغم قربها من مدينة شاندي، وذلك بفضل أهمية المنطقة وكثافتها السكانية وثقلها التجاري ونشاطها الاقتصادي. تراث كابوشيا وما حولها طغى عليه إيقاع الدلوك الساخن وأغاني الحماسة التي تحتفي كثيرا بقيم النخوة والرجولة والشهامة والإقدام. أريد عوادي الخيل ودابي كركرو صيادي ليك ما بشيل تقيل يا ود برني خوي صاقعت هجاي بلي. إذن منطقة بهذا الزخم والثراء الثقافي كانت طبيعيا أن تكون ذات شأن عظيم، فقد تغزت بثقافتها أم درمان حتى صارت كابوشيا تعرف برحم الحقيبة في السودان، فشهادات المؤرخ المرحوم حسن نجيلة تعضد من هذه الحقيقة وتوثق لها.